مع أكاديمية الدراسات العليا قررت أن تقيم ملتقى لشرح. هذه المبادرات تحاول حلحلة بعض المشاكل السياسية والاقتصادية. تفضل أستاذ راشد. كثير من الشخصيات السياسية عجزت بامتياز عن حل الدولي. فنقول الشباب اليوم يتشجعوا ويسهرون ويقولون لنا قيمة مجهودي، ولكن في النهاية المجتمع الليبي أو الشعب الليبي على من خلاله على فهم قدرات الشباب العالية والحب ما تفضى من أواصر وما تبحثر من أمان مدى من أجل دعم ومشاركة الشباب في العمل الاجتماعي والسياسي بالمدينة. مع الأستاذ الدكتور خالد سالم الصحي رئيس الأكاديمية عن أهدافنا في خدمة هذا الوطن. وفي ختام نسأل الله بالشكر إلى الدكتور خالد صبحي وكل دكتور أنيس سعد مسعود الزير عميد مدرسة العلوم الإنسانية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع درنة. أقمنا اليوم ملتقى الرابطة الوطنية لدعم الشباب بمدينة درنة، حيث تناولنا في هذا اليوم أربع محاور مهمة جدا، حيث تناول المحور الأول هو رؤية الشباب لمعالجة أبرز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في البطالة ومكافحة المخدرات ومشكلة الإسكان والتعليم وصعوبة الزواج وغير ذلك من المشاكل، حيث استمعنا لوجهة نظر الشباب في لهذه المشاكل وما هي الحلول لمعالجة هذه المشاكل. في المحور الثاني تحدثنا عن رؤية الشباب في العملية السياسية الآن في ليبيا. في المحور الثالث تحدثنا عن رؤية الشباب في المصالحة الوطنية وبناء السلام، حيث عرض الشباب عدد من الحلول الرائعة التي تساهم بدور كبير في تحقيق عملية المصالحة الوطنية في ليبيا ولم شمل كل الليبيين. في المحور الرابع تحدثنا عن رؤية الشباب المستقبلية في مشاريع التنمية والإعمار بمدينة درنة، حيث تعرضت مدينة درنة بعد تحريرها إلى كثير من الأضرار في المباني والشوارع والمؤسسات. قدمت اقتراحات لإعادة إعمار المدينة بمظهرها لكي تظهر بصورة جيدة وأفضل مما كانت عليه في السابق. في ختاما نشكر كل الجهات التي اولا نشكر الحضور الكريم، ثانيا نذكر كل الجهات التي شاركتنا اليوم في ظهور هذا الملتقى من الاعلاميين والنشطاء والادباء والمثقفين والسياسيين. المناسبه والخطه والاستراتيجيه الممكنه لتحقق وصل الشباب لهذا المواضع، خششونا في هجره، خلى التطرف ينتشر، خلى المخدرات. وبالشكل هذا ممكن تقضي على نسبة قال لي لا نحن جايين التدريب، دربت مش مقصرين جماعة القوى العاملة.